السلطات تقول إن شخصين قتلا ربما هما المسؤولان عن هذا الهجوم، لكن ربما الأنباء التي هي المتوفرة لديك وما يدور حولك يقول ربما هناك أكثر من مهاجمين. الكثير من الناس، الحي حي سانت اتيان دو غوفري حي شعبي يقطنه غالبية الأجانب من المغرب، من الجزائر، من أفريقيا. نحن السوريين هنا قليلين، عائلتين أو ثلاثة. نعم. كما قلت، ليس معروفا من قاموا بهذا العمل الإرهابي، لا نعرف السبب. الكنيسة نفسها تقوم بالأسبوع أعتقد يومين أو ثلاثة بتوزيع مساعدات إغاثية حتى على اللاجئين. أعرف في هناك كثير من العائلات يترددون على هذه الكنيسة للاجئين، يعني اللاجئين أو الناس المعوزين في المنطقة. طبعا الذين لا يحصلون على راتب. نعم. ليس لديهم دخل. نعم. كافي. أنت الآن على بعد 200 متر من الكنيسة، ما الذي تراه؟ نعم. الآن الآن الجو هادئ. قبل ساعة كان هناك خوف، يعني حتى في بين الناس، لكن الآن الجو أصبح هادئ. المترو شغال. نعم. الأمور أصبحت هادئة بحسب الكلام الذي هناك كاهن و راهبتين، وهناك مدنيين أيضا، يعني خمسة أشخاص تم رهنهم. نعم. سيد مسلم، معك الزميل جمال بودومة. سيدي سيد مسلم، أهلا وسهلا بك. أريد فقط أن أسألك، تحدثت عن لاجئين تقدم لهم الكنيسة المساعدات، هل تعرف من أين جاء هؤلاء اللاجئون؟ هل هناك لاجئون جاءوا من منطقة الشرق الأوسط مثلا، هويات أو المناطق التي ينحدروا منها اللاجئين؟ المنطقة الذي نحن فيها غالبية سكانها من المغرب، من الجزائر، من أفريقيا. اللاجئون، أتحدث على اللاجئين، هل هناك لاجئون سوريون مثلا، أكراد، أفغان؟ في كما قلت، نحن ثلاث عائلات سورية هنا في المنطقة. أنا من أصل كردي، هناك عائلتين أيضا. المنطقة هادئة، منطقة عائلة شعبية. أنتم تعيشون في المنطقة منذ سنوات؟ لا، أنا أصبح لي في روان 6 أشهر. بعد حصولي على اللجوء قدمت إلى هنا كون وجدت فرصة عمل. أنا دكتور في الزراعة. بشكل يومي أذهب إلى الحقول لأخذ العينات. نعم. اليوم بسبب هذه الحادثة صار خوف، وأيضا بعض الطرق تم تسكيرها، لكن الآن الأمور أصبحت عادت إلى مجراها. سيد إبراهيم مسلم، ابقى معي فأنا أعطي أولا بأول آخر المعلومات وآخر التصريحات. هناك تصريح ورد فعل لرئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، الذي قال في أول رد فعل له: سنقف صفا واحدا ضد هذا الهجوم البربري ضد الكنيسة. إذن أول رد فعل لرئيس الوزراء مانويل فالس يقول: سنقف صفا واحدا أمام هذا الهجوم البربري ضد الكنيسة. سيد إبراهيم مسلم، إذن قلت أن هذه المنطقة، منطقة سان تيتيان دو غوفري، هي منطقة ربما فيها تمازج بين المهاجرين والفرنسيين أيضا. نعم، وأيضا هناك يعني فعاليات جيدة في هذه المنطقة. هناك عدة جمعيات مدنية تقوم من أجل موضوع الاندماج، يعني كثير من النشاطات. يعني هذه أول مرة تحدث في هذا الحي هكذا نوع من لكن باعتبار بشكل دوري نسمع أخبار حادثة نيس وأيضا في باريس، فمتوقع، يعني دب خوف بصراحة بين الأهالي في المنطقة. يعني لدرجة عندما تكلموا معي من فرانس بانكات أتحدث عن هذا الموضوع، عائلتي خافوا أنه ربما تعرف والمنطقة فيها
كثير من الجالية المسلمة. نحن أنا لا لا أريد أن أتهم أي طرف. حد الآن غير معروف من هي جهة. ربما يكون وهذا ما نقوله في فرانس 24. نعم هذا ما نقوله في فرانس 24. لا شيء مؤكد حتى الآن سيد إبراهيم مسلم، لكن تم إحالة هذا الملف للتحقيق، تم إحالته إلى قضاة مكافحة الإرهاب. سيد إبراهيم مسلم، من يرتاد هذه الكنيسة؟ هل هناك الكثير من الناس يرتادون هذه الكنيسة؟ هناك أيام مخصصة للاجئين بأسعار أعتقد من 20 إلى 30% من قيمة المواد اللي يتم توزيعها على اللاجئين الذين لديهم دخل محدود. أيضا المسيحيين بيرتادون الكنيسة. فترة الصباح دائما هناك لاجئين يدخلون من أجل أن يأخذوا المساعدات التي تقدمها الكنيسة، لكن اليوم البرنامج التفصيلي للكنيسة لا أعرف بالضبط، لكن لدي معلومات أن هذه الكنيسة توزع مساعدات للاجئين. أيضا هناك بقرب من الكنيسة كما قلت جمعية ثقافية للأكراد قريبة على الكنيسة، وأيضا هناك على بعد أعتقد أقل من 100 متر. نعم. لكن السؤال الذي يطرح نفسه سيد إبراهيم مسلم، وأعذرني على هذا السؤال، هل في هذه المنطقة والحي الذي تعيشون فيه هل من بين هناك حديث ربما عن وجود متطرفين قد يكونوا موجودين هناك في هذا الحي؟ بصراحة ليس في هذا الحي، يعني أنا دائما أقول تركنا سوريا بعد ما يعني قامت الثورة وصحيح النظام مجرم وقتلوا إلى آخره، لكن بعد أن سيطر داعش على المنطقة، أنا من محافظة الرقة من الرقة، بعد أن سيطر داعش على سوريا على كثير أكثر من محافظتين في سوريا، تركنا سوريا بسبب داعش. يعني الملاحظ نجد هنا أشخاص بملاح بنفس الأشكال و بلحى، لكن لا نعرف ما هو شيء في قلوبهم. نعم، هل هم واضح داعش أم هم مجرد مسلمين؟ لا نعرف، يعني لا نستطيع أن نحكم على الأشخاص. واضح. سيد إبراهيم مسلم القاضي في منطقة غوان، على أي نشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات التي أفدتنا بها، وطبعا سنتصل بك لو حصلت على معلومات أخرى. شكرا لك إبراهيم مسلم. لكم